الثقافي كيف وضعنا التأني في تحديد المشروع الثقافي. سي مرشد، اليوم الإعلان على البرنامج الثقافي لمقاطعة المعارف دائما تركيزون بشكل كبير على الثقافة في هذه المقاطعة، يعني إيش أهم المحاور تاع البرنامج الثقافي تاع هذه السنة؟ اليوم احنا في إطار إعداد البرنامج الثقافي، استمر سنة ديال الإعداد لأنه عندنا واحد تراكم في مقاطعة المعارف، تراكم ثقافي، تراكم ديال الأنشطة الثقافية اللي فرض عنا أننا ناخذوا وقتنا ونستشروا كثيرا. كان عندنا واحد مجموعة لقاءات مع الجمعيات، كان عندنا يوم دراسي حول الثقافة مع الفاعلين الثقافيين، مع المؤسسات الثقافية بطبيعة الحال، وفي نهاية المطاف خرجنا بواحد مجموعة ديال التوصيات. هذه التوصيات كانت محل ديال النقاش ديال لجان المجلس، واللي من بعد منها خرجنا بهذا المشروع برنامج ثقافي اللي تشكل من 6 ديال المحاور. اولا العنوان الاساسي ديالو هو الثقافه التشاركيه، على اعتبار انه جميع الانشطه اللي غتنظمها ان شاء الله مقاطعه المعارف هي بشراكه مع المجتمع المدني، مع جمعيات الجاده ومع المؤسساتيين، وزاره الثقافه، وزاره التعليم، ودار البيضاء للتظاهرات والتنشيط كذا ايفنت. اذا من بعد هذا كانت واحد المجموعه ديال اتفاقيات التعاون مع مجموعه ديال هذاك السته ديال المحاور. المحور الاول هو متعلق بابداعات الطفل، المحور الثاني متعلق بتأنيث وهو الأنشطة ديال المتعلقة بالنساء، الثالث هو مهرجان الفيلم العربي اللي الدورة الرابعة ديالو مع مؤسسة امتداد، ثم معارف شوبينغ، أيام المعارف للتسوق، وبطبيعة الحال لينويد لا ساجيس، ليالي الحكمة، اللي من خلالها غادي نستضيفوا مجموعه ديال الفعاليات اللي كتدافع وكتطلع من قيم تمغربيه. اذا هذه هما 6 المحاور اللي غتكون ان شاء الله هي المواعيد القاره اللي غتكون سنويا بشراكه مع مجموعه ديال الجمعيات كي قلنا. وهذا هو الجديد، اليوم انتقلنا من مرحله اللي عرف فيها انطلاقه، هنا اللي كانت انطلاقه ديال الربيع ورمضان المعارف، كانت انطلاقه ولكن كنظن انهم اداوا المهمة ديالهم، أداو النتائج ديالها، واليوم انتقلنا إلى مرحلة ثانية. كان خدينا وقتنا بتأني كي قلت نظرا للتراكمات والسمعة والقيمة ديال الثقافة بالنسبة لمقاطعة المعارف. إذا نفهموا أن ربيع رمضان المعارف ما غاديش يكون هذه السنة. بطبيعة الحال هناك اليوم حلة جديدة للتعاطي مع المجال الثقافي. سي عجيل، واش تشكل مقاطعة المعارف نموذج بالنسبة لباقي المقاطعات البيضاوية على مستوى الثقافة والاهتمام بالجانب الثقافي؟ فعلا معروف على جهة المعارف بأن جماعة اللي هي تخدم المجال الثقافي بجميع المقاييس، كثقافة، كرياضة، كمعمار، وخصوصا احنا المشاركة ديالنا كانت في الأوائل اللي كنا اشتغلنا بقاعة زفزات في ربيع المسرح المعارف، اللي كان كل سنة كي يدير واحد التظاهرة اللي هي مهرجان بكل معنى الكلمة، إلا أنه جاءت مرحلة ديال كورونا اللي كانت وقفت المهرجان لمدة سنتين، ودابا كنظن بأن الإخوة المسؤولين بالجماعة يفكرون في بداية موسم ثقافي جديد. داكشي علاش حنا اليوم حاضرين، باش ممكن نساهموا في الثقافة ديال المعارف، وحنا جميعا نحب هذه المنطقة لأنها منطقة فتية وشابة وقد تعطي الكثير إن شاء الله.